طيب راح اخذ عندي روتيشنال شافت روتيشنال ميكانيكال في عندي سيستم بيتثبت من هون هي في شافت الشافت يمكن مش لازم ارسمه بهذا الشكل خلينا نحاول نرسمه بطريقه صحيحه هذا الشافت يقدر يلف هون يقدر يلف وعلى هذا الشافت مركب انيرشا second moment of mass وعندي rotational damper rotational damper نفس فكرة translational damper التورك اللي بتعمله مع ايش بتناسب؟ مع اوميجا مع rotational velocity تبعتها اوكي؟ هلا هذا هيرو اي هذا كأنه فلاي ويل ايش وحدة اي او جي؟ المتر كيلوغرام متر سكوير الدامبر وحدتها بي وايش راح تكون وحدة بي في هاي الحالة؟ ايش اذا تعطيني؟ تورك بسبب ايش؟ اوميجا بسبب اوميجا ايش وحدة اوميجا؟ هاي راح تكون نيوتن متر بير راديان نعم اي وحده اي ولا جي ولا بي بي هلا احنا الدامبر الخطيه عندي لو عندي دامبر خطيه دامبر الخطيه لما بضغط عليها بتبدا تتحرك مزبوط بس بتقاومني بتقاومني بايش بتناسب مع ايش مقاومتها الي مع السرعه الخطيه اللي انا بتحركها فاذا جبت دامبر وبديت اضغطها بهذا الشكل راح الاقي انه الدامبر هاي بوتس اب ريزيستنس بتقاومني مقاومتها بتناسب مع السرعة اللي بحط عليها مضروبة في بي بس بي هاي خطية فراح تعطيني لكل متر بير سكند راح تعطيني نيوتن فوحدة بي هي نيوتن بير متر بير سكند بحيث اللي مضروبها في متر بير سكند راح تعطيني نيوتن اوكي هاي الخطية الدورانية راح تعمل نفس الشيء ايش بقابل الفورس الخطية بالعالم الدوراني نيوتن متر اذا نيوتن بالعالم الدوراني قابلها نيوتن متر بالعالم الخطي اللي هي فورس وتورك السرعه بالعالم الخطي شو 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 هي متر بير سكند شو بقابلها بالعالم الدوراني راديانس بير سكند ها نعم مثال عملي على الدامبر الدامبر انت بتقدر تبني دامبر دورانيه ولا خطيه ناخذ الخطيه بالاول خطيه معرض زي مثلا دامبر البرق تمام اوكي دورانيه لو فيش عندي فيديو بس بفرجيك اياه المره الجايه بجيب فيديو لو احنا جبنا هي سلندر جينا بالسلندر هذا حطينا في داخله مستطيل على طول عرضه هاي بتلف في داخله في فلويد في داخله في سائل فيسكس وجيت بالبليت هاي حطيت فتحات خزاته لما ببدا بلف هاي البليت مش بصير الزيت يحاول يمر من الفتحات اللي موجوده هون مش هذا بعطيني فيسكس فريكشن هاي مثال عليها هلا هاي بتعرف وين موجوده لو رحت على شيء زي اللابتوب اللابتوب هذا حركه ليش اللابتوب ما بوقع لما تفتح انت اللابتوب بوقف بوقف مكانه ادفشه بتحرك اتركه بوقف مكانه في نوع من انواع الدامبرز لو انت بدك تجيب اشي اعطيك مثال لو انت بدك تبني شيء غطى صندوق بس غطى الصندوق هذا ما بدك اللي بيجي يتركه يفلته ينزل ويخبط خبط بدك اياه ينزل شوي شوي ايش تقدر تركب؟ على المفصل هذا بتجيب روتيشن دامبر بمكانك تروح تشتري روتيشنال دامبر تمام في بداخله فلويد هلا الاختلاف الوحيد الاساسي الاضافي في شيء احنا ما حكيناه هون على السرعه معينه تحت سرعه معينه بوقف ما بتحرك هذه ميزه اضافيه احنا مش موجوده هون عندنا في دامبرز لدرجة معلش بدي أعطيكم المثال أنا رغم أنه هو مثال يمكن مش مناسب التويلت سيت عارف التويلت سيت؟ التويلت سيت في فنادق الفخمة بكون حاطط على التويلت سيت روتيشنال دامبر
عشان لما يمسك السيت وينزل ما يخمعش ويزعج الغرفة اللي جنبه. اوكي انا عارف انه مثال عجيب بس هذا ما راح عمرك تنساه كمثال على الروتيشنال دامبر. كل ما تروح على فندق اكيد راح تطلع الحمام اول شيء راح تبدا تصير تنزل الهاي وتشوف انه فيها روتيشنال دامبر ولا ما. اوكي تمام، هاي هي الروتيشنال دامبر، فكره الدامبر. لاحظ الدامبر ما بتخزن الطاقه، وين راحت الطاقه؟ حراره في هذا الزيت. هل بجاوب هذا سؤالك اللي انت سالتيه؟ هذاك بعطيه نيوتن لكل متر بير سكند. مثال عليها السرنج، على فكره جيب سرنج وسكر الفتحه تبعت السرنج. عارفين السرنج اللي تبعون السكري والهاي بيستعملوها؟ روح اشتري من الصيدليه سرنج تسحبها شوي، راح تحس انها كل ما حاولت انت تزيد السرعه بتقاومك اكثر. لما تخلص وتوقف وتتركها بترجع مكانها؟ لا، ضاعت الطاقه، راحت شغلك اللي حطيته راح على الفاضي، راح نويز وحراره وهذا. مش هيك؟ هذه مثال على لينير دامبر. روتيشنال دامبر عمليا تقريبا نفس الفكره، بليت عماله مخزه عماله بتتحرك والزيت عماله بحاول يمر من خلال. كل ما رفعت الفيسكوسيتي تبعت هذا الليكويد بصير اصعب عندي. هلا هذا المثال يمكن مش بالمية بصحيح، اقول لك ليش؟ لانه انا ممكن الزيت يقول لك انا بديش امر من الخطوط، انا بلف مع البليت، فهذا المثال مش بالمية صحيح. بس انا ممكن افرجيكم شيء احسن من هذا، في مثال احسن من هذا المثال ممكن يعطيني شيء افضل، بدي احاول ارسمه. نعم. هلا هاي قضية معقدة، هاي اللينياريتي تبعت الهاي، احنا مفترضين هون انه عندي فيسكس فريكشن، فالتورك بعتبره بيعتمد على السرعة وبضل اعتماده على السرعة، يعني بي معتبرينها independent of speed. هلا هذا يمكن ما يكونش صحيح، بتصير هاي جماعة الفلويد، شغل جماعة الفلويد ميكانيكس. التورك بيطلع، التورك بيطلع بتناسب مع السرعة وبتناسب مع بي. لا مش كأن مع التورك دينت كمان، مش في تشكل مع التورك. هل الفريكشن انت بتحكي عن الفريكشن ولا عن التورك عم تحكي؟ انا ما بعرف انت بتحكي عن شيء، ما بعرف او انا مش فاهم عليك، انا بحكي معك بعدين فيها، انا مش متاكد. في ثلاثة انواع من الفريكشن، كولوم فريكشن، فيسكس فريكشن، ودراج فريكشن. لا بعرف شو التوركس الهاي. هو تورك هون بتناسب، فالتورك هذا راح يساوي بي في اوميجا اوف تي، واذا بتحب تحط هاي اوميجا تي از فانكشن اوف تايم وبي از فانكشن اوف تايم. ايش وحدة بي؟ نيوتن مترز بير راديان بير سكند. ايش وحدة اوميجا؟ راديانز بير سكند. اضرب نيوتن مترز بير راديان بير سكند في راديان بير سكند، شو بضل عندي؟ نيوتن متر. وهاي ايش وحدتها؟ نيوتن متر. اذا هاي المعادلة ايش بنقول؟ دايمنشنالي كوريكت. دايمنشنالي محفوظ جيد، محفوظ متابع من. اذا هلا صار عندي هذا السيستم، الان هلا بدي ادخل عليه تورك، بدي ادخل على هذا السيستم تورك، والاوتبوت بدي اقرر شو الاوتبوت تبعي، ايش ممكن يكون الاوتبوت اللي انا مهتم فيه؟ انا ليش دخلت ليش دخلت تورك عليه؟ ممكن يكون انجلر فيلوسيتي وممكن يكون انجلر ديسبليسمنت. اوكي ممكن يكون الاثنين. نعم. الانيرشيا هي نفس الماس في الخطي. ايوه تمام. ام يقابلها اي، في ناس بسموها جي. ايش وحدة ام؟ كيلوغرام. ايش وحدة اي؟ ولذلك اي ايش اسمها؟ سكند مومنت اوف ماس. سكند مومنت يعني ضربت في ام سكوير مش في ام، ولذلك ايش صار عندي هون؟ ام سكوير، فصارت كيلوغرام متر سكوير. زي ما انت الماس لو مسكت الماس وحاولت تسارعها بشكل خطي مش بتقاومك الماس، مش لو جبت بلوك كبير هون وحاولت اسارعه حتى لو حاطه على عجال ما فيش فريكشن، لو حاولت اسارعه ازيد سرعته مش رح الاقي بيه مقاومه. وايش الفورس اللي لازم احطه عليه؟ اف بتساوي ام اي. لو جبت انا هون عجل كبير، قطعه ضخمه، وبدي ابدا ادور فيها مش بحط عليها تورك، وحتى لو فيش فريكشن هون ولا فيسكس فريكشن مش رح الاقي فيه مقاومه، مش رح يكون سهل علي اني اسارعها وازيد سرعتها. ايش عم بخزن فيها لما بلفها؟ لما بزيد سرعتها ايش عم بتخزن فيها؟ انرجي. اي نوع من الانرجي؟ كانتيك انرجي. ايش معادلتها؟ هاف اي اوميجا سكوير. لما باجي على الماس الخطيه وبحاول اسارعها بتزيد سرعتها، ايش بتخزن فيها؟ هاف ام في سكوير. هاف ام في سكوير شو بتقابل بالعالم الدوراني؟ هاف اي اوميجا سكوير. طيب اذا هون احنا راح نقول انا بدي ادخل تورك على هذا السيستم، اذا هذا تاو اوف تي، راح ينشا عندي يا اما بنشا عندي ثيتا اوف تي اللي بهمني اذا كان نو، او بنشا عندي اوميجا اوف تي. ففي حاله راح ينشا عندي ثيتا اوف تي وفي حاله راح ينشا عندي اوميجا اوف تي.
وعلى فكرة الأوردر تبع السيستم والأوردر تبع الديفرنشال إيكويشن راح يختلف في الحالتين. مرة راح يكون سكند أوردر ومرة راح يكون فيرست أوردر. أوكي؟ حسب الحالتين اللي باخذهم هون. هلا ليش أنا بكون مهتم في أوميجا وليش بهتم بالثيتا؟ بيعتمد على الأبليكيشن. لو أنا عندي ساتلايت ديش وبدي أحرك ساتلايت ديش وأوجه الساتلايت ديش على المكان، إيش اللي عم بتحكم فيه؟ إيش اللي بهمني؟ ثيتا أوف تي. إذا بالحالة هاي شو بعمل؟ بطلع ترانسفير فانكشن ما بين التورك كإنبوت اللي جاي من المحرك أو الدي سي موتور اللي أنا مركبه على هذا الدش والأوتبوت اللي هو ثيتا أوف تي. بس لو أنا رحت على مخرطة وفي عندي مخرطة عمالها بتلف وبدي إياها تلف بسرعة معينة لأنه بدي القطعة هاي أخرطها ولازم السرعة تكون صحيحة عشان لما ببدأ بخرط يكون السرعة بالنسبة للقطعة صحيحة ودقيقة، شو السرعة شو الأوتبوت اللي أنا مهتم فيه بالحالة هاي؟ أوميجا أوف تي. فبتصير العلاقة عندي هي ما بين أوميجا تي وتاو أوف تي. أوكي، فبصير تاو أوف تي هو الإنبوت وأوميجا أوف تي هي الأوتبوت. رح نفترض نفس الشيء هون، رح افترض انه لو بدينا باوميجا رح افترض انه اوميجا اوف زيرو بتساوي زيرو بالحالة هاي وعندي تاو اوف زيرو تساوي زيرو. رح نبدأ نكتب الان المعادلة. هلا المعادلة هاي اسمها اويلرز ايكويشن بس هي بتقابل نيوتنز سكند لو بالترانسليشنال. نيوتنز سكند لو بالترانسليشنال ايش بيقول؟ اف بتساوي ام في اي. بالحالة هاي ايش عندي اللي بدال اف؟ تاو. إذن عندي هون التاو as a function of time بيساوي. هلا التاو مين راح يقاومه؟ ايش الفورس راح يقاومه لما يبدا يحاول يلف؟ دامبر، مش هيك؟ إذا التاو ماينس التورك اللي جاي من الدامبر، التورك اللي جاي من الدامبر ايش راح تكون قيمته؟ بي مضروبة في أوميجا، راح أخليها أوميجا لأنه أنا الأوتبوت تبعي اللي بهمني الآن أوميجا. هاي شو بدها تساوي؟ هلا التورك اللي ضل ايش راح يعمل في الإنيرشا هاي؟ راح يبدا يسارعها، راح يساوي I الفا اوف تي، مظبوط؟ هاي شو بتشبه؟ اي الفا اوف تي ايش بتشبه؟ ام في اي نفسه. ام بقابلها اي واي بقابلها الفا، بس الفا ايش علاقتها باوميجا تي؟ اشتقتها اذا بتصير هذه عندي هون اوميجا دوت اوف. نونور اللي فيهم اوميجا على نفس الجهه بصير عندي تاو اوف تي بتساوي اي اوميجا دوت اوف تي بلس بي اوميجا اوف تي. ناخذ اللابلاس ترانسفورم ونتذكر عندي هون زيرو، حتى احنا هون تاو اوف تي ما بنحتاجها بس اوميجا، مظبوط؟ بس اوميجا اوف زيرو. بصير عندي هلا هون تي اوف اس بتساوي عندي هون راح تكون هذه هلا اوميجا. شو بتصير لما بتصير ابر كيس؟ لانها من اللاتيني. وهون بصير عندي اس اي دي. هلا عندي ترانسفير فانكشن جي اوف اس بتساوي الاوتبوت على الانبوت اوميجا اس على اس وتساوي 1 على اس اي بلس. كم بول له؟ 1. قديش قيمته؟ ماينس بي على راديانس بير سكند. هاي العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت.